ممكن تقول لنا سر ما قلتيهوش قبل كده لحد؟ ليه الفضايح دي؟ اهلا واضح، انا مروه نصر. باظ يطير. يعني هختار حد متحرر قوي، حد لطيف وبيضحك. مش هختار، ماليش انا بقى في جاسمين بقى وريبونزل، لا والجوده خالص خالص. الاولى كنت بلعب اولى، عارفاها اللي هي بترسمي على الارض دي، سبعه بلاطين وواحد اتنين تلاتة أربعة، وبتلعبي الأولى. وكنت بحب قوي بتاعت كهربا شد الكوبس، أوعى يلا. أنا كنت بلعب على فكرة، احنا كنا كرييتيف قوي والله العظيم بجد. احنا أصلا آخر جيل ليه حظ، يعني الجيل ده مش هيبقى عنده تاريخ أساسا، تاريخه كله نصه سوارات أجازات سوارات ونصه أجازات كورونا. اللي انت شايفاه ده ان انا مش بعرف اخد اتيتيود، يعني وسواس قهري. ممكن مثلا ارجع 14 مره اتاكد ان الباب مقفول، وانا متاكده ده. واوقات بقى يروح مصوره واقول انا قفلت الباب واروح ماشي، هو انا قفلت الباب؟ اه انا مصوره فيديو. والله العظيم رورو ميرو رارا. ماما كانت بتقول لي اسم غريب قوي، مرويكا. لا بصي، اول ما اصحى ده ما ينفعش حد يتكلم معايا. انا اصلا ما اعرفش الناس اللي بتصحى من النوم دي بتتكلم على طول ازاي. يعني انت اصلا كنت ميت، انت صحيت عادي كده بتتكلم؟ طب خد لك هدنه. اول حاجه بمسك تليفوني اكيد، بعدين بشرب كابتشينو واكمل تليفوني برضه. انا اصلا انسانه ملوله، يعني حياه الخلد دي بالنسبه لي مش بتستهويني كتير. يعني هشوف الخلدين التانيين بيعملوا ايه واعمل زيهم بالظبط. انا ما اعرفش عمري ما فكرت ان انا ابقى خالده. يوم ما ولدت كندا، الفضايح دي. ممكن اقول لك مثلا السر في حياتي ان كل الناس فاكره ان عندي بنت واحده، بس مش هقول لك انا عندي قد ايه. فراق، بخاف قوي 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 قوي، وده اللي خلاني على فكره اعمل اغنيه علامات، لان حسيت الناس حواليا كتير قوي ابتدت تموت فجاه. الفراق ده انا جربته في بابا وتعبت قوي قوي. هموم بالكون في قلبي كبرنا وصغير، وخوف من بكره ده اللي بيشغل التفكير. شكرا، واضح.